رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات الاحتفال الذي نظمته شركة صلة الخليج بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك بفندق الفور سيزن بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وعدد من المدعوين. وبمناسبة إقامة هذا الحفل وتكريم موظفي الشركة والجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في تحقيق نجاحاتها، صرح سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بما يلي: يسرني أن أرعى هذا الحفل الذي تقيمه شركة صلة الخليج بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقتها كواحدة من المبادرات الناجحة التي تأتي ضمن أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج استراتيجية الحكومة الإلكترونية. يأتي هذا الحفل تقديرا لما حققته الشركة من نجاحات وإنجازات، في مقدمتها الإسهام في إعداد وتأهيل ما يقارب 2500 من أبناء مملكة البحرين وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل بالجودة والكفاءة المطلوبة، إضافة إلى ما تهيئه الآن من فرص عمل مجزية لعدد 750 موظفا منهم بحرينيون، وبنسبة 83% من إجمالي عدد الموظفين العاملين في الشركة. كما يأتي هذا الحفل تكريما للعاملين في الشركة والقائمين عليها والإشادة بما يقدمونه من دعم واستدامة في توفير الخدمات الحكومية وإتاحتها للمستخدمين عبر مركز اتصال موحد بالمملكة، بما يسهل إنجاز أعمالهم على الصعيد المحلي والخارجي وحيازة رضاهم، والإسهام في جعل مملكة البحرين مركزا إقليميا ورائدا لصناعة رواد إسهام الأعمال. إننا ونحن نبارك للشركة هذه المناسبة، فإننا نؤكد حرص الحكومة على دعمها وتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، متمنين للعاملين فيها والقائمين عليها كل النجاح والتوفيق. وتقدم رئيس مجلس إدارة شركة صلة الخليج الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد بالشكر لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بالرعاية الكريمة، مؤكدا أن الاحتفال نعده تكريما لكوادرنا الوطنية وتقديرا لعملائنا الداعمين. وعرب القائد عن الاعتزاز بنجاح الشركة ومساهمتها في رفد السوق البحريني بالكوادر الوطنية من ذوي الخبرة في مجال خدمات الاتصال وتجربة العملاء، والتي ساهم إتقانها وإجادتها لأكثر من لغة في التواصل مع مختلف القطاعات وخدماتها لا سيما الاقتصادية منها، فضلا عن تعيين أحد الكفاءات الوطنية الشابة رئيسا تنفيذيا للشركة. وأكد القائد مضي الشركة في تقديم الخدمات بجودة عالية مرتكزة على حلول وأنظمة الحوسبة السحابية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وشدد حرص الشركة على دعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل لتحقيق التوازن المالي وتحسين الحوكمة ورفع مستويات الجودة والإنتاجية والابتكار، بما يسهم في تفعيل إدارة المعرفة بغية دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق برنامج عمل الحكومة 2019-2022. وقد شهد الحفل تفضل سمو راعي الحفل بتكريم الجهات التي أمضت 10 سنوات مع الشركة والتعاقد مع الشركة، كما وتفضل سموه بتكريم الجهات الحكومية المنظمة لمركز الاتصال الحكومي بجانب تكريمه للجهات الحكومية الداعمة للشركة. هذا وتفضل سموه بتكريم موظفي الشركة الذين أمضوا 10 سنوات من الخدمة في الشركة وتكريم موظفيها المتميزين.
حفل يجيء بعد مرور 10 سنوات على تأسيس بنائها وهيكلها الوظيفي الذي يسخر بنخبة من الكوادر البحرينية المعطاءة التي كان لها عظيم الدور في نهضة شركة صلة الخليج وتطورها كشركة ربحية مستقلة لها إسهاماتها الفاعلة في معادلة الاقتصاد الوطني. فخورين بمرور 10 سنوات على تأسيس الشركة اللي كانت ضمن الرؤية الاستراتيجية 2030 في تأسيس شركات إسناد خارجي لتساعد المستثمرين أن تدخل مملكة البحرين. المنظومة التشريعية والبنية التحتية مهمة، وأيضا شركات الإسناد لأن هي تقلل التكلفة وتعطيهم فعالية، ومن خلال التقنيات الموجودة اليوم استطعنا إحنا أن إحنا نستقطب عدد كبير من القطاعات الحيوية للتعامل مع الشركة. في سياق طيلة عقد من الزمان، حرص القائمون على شركة صلة الخليج في إحقاق إنجازات لا يمكن حصرها في نطاق كلمات بسيطة، فهي من عززت مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في سماء مجال إسناد الأعمال وإدارة مراكز الاتصال، لتسارع عديد الجهات الحكومية والخاصة في إقامة شراكات عمل معها لتسيير برامجها على النحو الذي تطمح إليه. الاستجابة للاتصال من العملاء المتعلقين بشركة STC، هذه واحدة. المساهمة في زيادة المبيعات للشركة، وجود أو إجابة جميع الاستفسارات التي تنتج عن طريق العملاء. طبعا الاستفسارات هذه في بعض الأحيان قد تكون حتى خارج عما يطرأ على أذهاننا أو ما يتم والله تدريب العاملين عليه، ولكن ولله الحمد لمدى جاهزية الإخوان البحرينيين العاملين في الشركة. زي ما شفنا 80% من الشركة هم من الإخوان البحرينيين، الحمد لله استطعنا تقديم خدمات رائعة. مبادرات حكومية هادفة ساهمت إلى تقريب المسافة بين الشركة وعدد من الراغبين بالاستفادة من الخدمات النوعية التي توفرها صلة الخليج في نواحي عدة. وفي ذات الوقت كان لتلك المبادرات شأن آخر في فتح أبواب التوظيف أمام مختلف الباحثين عن شواغر عمل تطرحها الشركة بين الحين والآخر. الاستثمار في الكوادر البحرينية الشابة، فقمنا بتوظيف في أول سنة تقريبا 120 موظف، وصلنا إلى 720 موظف اليوم، ولكن بإجمالي 2500 موظف على 10 سنوات. الكثير منهم طبعا لقوا فرص أفضل، راحوا إلى سوق العمل، انخرطوا في سوق العمل، تلقوا التدريب اللازم ووجدوا فرص وظيفية أفضل، فهذا أكثر شيء نفخر فيه. طبعا الشيء الثاني هو التقدم التقني، أضافت الخبرة والتطور في المجال الوظيفي. طبعا بديت في الشركة كموظفة خدمة عملاء، وانتقلت إلى أكثر من قسم خلال 10 سنوات اللي طافت، منها قسم الجودة وحاليا في قسم التدريب. أكثر من 400 مشارك آثروا التواجد احتفاء بمضي 10 سنوات على ولادة شركة برعت في ترويج البحرين كوجهة مميزة في مجال إسناد الأعمال على مستوى المنطقة والعالم أجمع. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.